تكتسب العلاقات السعودية الصينية خصوصية مهمة جدا، الاعتبار حقيقة أن هذه العلاقة قائمة على مصالح متبادلة ومهمة جدا. الصين اليوم كما أشرت ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر بلد مصنع على مستوى العالم في القطاع الصناعي. المملكة اليوم ثاني أكبر منتج للنفط على مستوى العالم، بالتالي هذه الحاجة من الجانب الصيني ومن الجانب السعودي لاحتياجات كل جهة أمر مهم جدا حقيقة، يسهم بإذن الله من خلال هذه الزيارة والزيارات السابقة أيضا للرئيس الصيني للمملكة في تعزيز العلاقات في عدة مجالات حقيقة، ليست فقط التجارية، نتحدث على الجوانب التجارية، على الجوانب الاستثمارية، على جوانب الطاقة، على جوانب الثقافة، على جوانب التقنية.